سورة مريم تشهد على صدق القرآن. إذا أردت أن تتعرف على المسيح فاقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نقدم لكم أكبر تطبيق في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. الملحد في قرارة نفسه يؤمن بالله ولكنه ظاهريا يجحد وجود الله. الله عز وجل قبل 14 قرنا ماذا قال؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الله صور لنا، الله صور لنا سبحانه وتعالى حقيقة النفس البشرية. يهدف هذا التطبيق لنشر العلم النافع وبخاصة أسرار القرآن الكريم والسنة المطهرة بأسلوب علمي مبسط وبالدليل العلمي. زيت الزيتون يدمر الخلايا السرطانية خلال نصف ساعة وبطريقة عجيبة جدا. كما يهدف لنشر ثقافة الإعجاز العلمي وزيادة اليقين لدى المؤمن وإثبات صدق رسالة الإسلام. نعم نعم، سبحانك يا رب، سبحان الله سبحان الله. انظر، هذا هل يستطيع إنسان أن يحدثك عن البحر المسجور؟ إيه ده؟ إيه ده؟ حتى التعبير يعني إيه الرعب ده؟ مرعب. إيه الرعب ده؟ انظر، ربطه بعذاب الله، إن عذاب ربك لواقع. جميع الفيديوهات متاحة للتحميل على الموبايل بسهولة ومشاركتها ونشرها. جميع الفيديوهات حجمها خفيف ومجانية بالكامل، أي ليس عليها حقوق نشر. بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب السود، سبحان الله. يمكنك تحميل جميع الكتب ومشاركتها ونشرها وتخزينها على الموبايل. التطبيق مناسب لجميع الأعمار، وبما أنه لا يتضمن أي إعلانات فهو مناسب وآمن لطفلك أيضا. يقول يا أرض ابلعي الماء بشكل عام، تمام، لم يقل ابلعي ماء السماء، بل قال ابلعي ماءك ماءك، تمام. ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن الماء الذي نزل من السماء أصلا تبخر من الله الأرض. الله، هذه إشارة بديع، إشارة رائعة جدا. جميع الحقائق العلمية الواردة في هذا التطبيق موثقة علميا، ومعظم الفيديوهات مترجمة للغة الإنجليزية. دعونا نرى الآن هذا الفيديو لأنهار من النار تتدفق. تصوروا هذا يحدث بالقرب من جزر هاواي. وجود قائمة رئيسية تمكنك من اختيار القسم الذي ترغب بالاطلاع عليه. اطرح سؤالا عبر تطبيق واتساب أو الإيميل، وستجد الجواب بالصوت والصورة في قسم اسأل الكحيل. وأخيرا نرجو إضافة تقييمك للتطبيق على متجر جوجل للمساهمة في نشر هذا العلم النافع. ولا تنسى نشر هذا التطبيق لأحبتك في الله، فالدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجود في الصحيح أيضا، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، سبحان الله. طيب من أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع؟